إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير ومساء النور. مباشرة من نواحي بن سليمان، الخضرة موجودة تبارك الله، ولكن الثمن مازال طالع. ف بطاطا الثمن ديالها 7 دراهم هنا بنواحي بن سليمان، البصلة محطمة الأرقام القياسية في النواحي ديال بن سليمان واصلة 8 دراهم. الله يصوبوا صافي، نتمنوا الخير، نتمنوا إن شاء الله تكون أمطار الخير وتقاد الأثمنة، لأن هاد الأثمنة طالع الثمن ديالها. فنتمنوا الخير تكون الشتا إن شاء الله، لأن هاد غلاء أسعار الخضر راجع بالأساس إلى نقص في الأمطار وندرة المياه في الآبار. الصورة أمامكم، خيرات موجودة ولكن الثمن مازال طالع. فالبصلة محطمة الأرقام القياسية واصلة 8 دراهم للكيلو هنا بنواحي بن سليمان، في حين أن البطاطس واصلة ل5 دراهم وما فوق، يعني 6 دراهم 7 دراهم البطاطا. دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، فالخضرة خيرات موجودة ولكن الثمن مازال طالع. نعطيكم الأثمنة ديال الخضر كاملة. البسباس 6 دراهم، 6 دراهم حتى 5 دراهم، البسباس 5 6، اللفت 7 8، اللفت 5 دراهم، عفوا هذا اللفت ديال الكسكسور، اللفت الغربي 5 دراهم، السلاوي 6 7، هادشي اللي كاين، الشيفرون 6 7 حتى هو، الشيفرون 5 6، ليشو اللي قليل، ثمن واحد حتى هو، ثمن واحد 5 6، والبسباس شحال الصندوق؟ 100 درهم الصندوق، الكيلو 6 درهم، الكيلو تيحيدو لك تيبيعو بالورقة ديالو، الله يعطيك الصحة. خيزو 5 دراهم شاد السوق. اذا ماطيشه اللي رخيصه، 50 ريال 60 ريال، اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فالحاجه الوحيده اللي رخيصه في الخضره بعد ما كانت حتى هي مديره كرون وغاليه ديال بصح ماطيشه، فالثمن ديالها 50 ريال 60 ريال. الخير موجود صراحه في ماطيشه، خيرات موجودة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كل شيء موجود ولكن الثمن مازال طالع مشاهدينا الكرام. فباستثناء مطيشة اللي رخيصة والثمن ديالها 50 ريال فقط، فكل شيء غالي. رجعوا البطاطا، فالبطاطا الثمن ديالها 7 دراهم والبصلة 8 دراهم، يعني ثمن قياسي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. نتمنوا الخير، نتمنوا إن شاء الله تكون أمطار الخير ولما لا، وغترجع الأثمنة في متناول الجميع. الصورة أمامكم، فبطاطا محطمة الأرقام القياسية هي والبصلة، البصلة 8 دراهم في حين أن البطاطا الثمن ديالها هو 7 دراهم. الصورة أمامكم مباشرة من إحدى الجوطيات هنا نواحي بن سليمان، فبطاطا الثمن ديالها 7 دراهم نعاود نكررها، والبصله 8 دراهم، البصله 8 دراهم مشاهدي قناة شوف تي في. البصله هي اللي محطمه الرقم القياسي في الثمن، هي والجلبانه واللوبيا، ولكن بما ان البصله كتدخل المطبخ من بين الاساسيات يكونوا في المطبخ المغربي، فالبصله هي الرقم الاول ومحطمه الرقم القياسي في الثمن، الثمن ديالها هو 8 دراهم في حين ان البطاطا 7 دراهم، والخضر الاخرى فالثمن ديالها مناسب. طماطم ارخص حاجه في السوق دابا، الخير موجود 50 ريال 60 ريال، الخير موجود. وخيزو الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه على هذا المعلوم. الا البطاطا والبصله، الله يعطيك الصحه. اذا الشيء الوحيد اللي غالي
بزاف، وهو بطاطا والبصله. فاشي الاخر كلشي موجود، الخير كلشي موجود. مطيشه 50 ريال، الشيفرون كيما اكد ليا هاد الحريفي اللي كيدير، الخير موجود تبارك الله. اللفت من 100 حتى ل 80 حتى ل 60، كاع كاين ماركه 60، سلاوي كذلك، الشيفرون كذلك، خيزو كذلك. الخضره الحمد لله موجوده، الا البطاطا اللي غاليه، البطاطا والبصله هما اللي غاليين. علاش غلاو؟ حيت كاين باقيين مازال مخزنينهم وكيخرجوهم. الله يعطيك الصحه، كيخرجوهم على برا تماما، ما كيخليوش المغاربه ياكلوا. الله يعطيك الصحه. ف العنوان الابرز مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، فالحاجة الوحيدة اللي غالية وهي البصلة أو البطاطا. خرجوا خرجوا تمام تمام. أحد الحريفية كيقول لي بأن السلعة اللي خرجت هي اللي غلات السوق، فكان الخير موجود. كانت بصله ب 80 حتى ولات ب 8 دراهم فجاه صراحه. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله تقاد امور. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما تبعتوا معنا، الخير موجود باستثناء البصله وبطاطا اللي محط مره قياسي. البصله 8 وبطاطا 7، فكل شيء موجود تبارك الله. انا واحد بن سليمان، كل شيء تقريبا كيبدا من 5 ويسالي حتى 3 دراهم. مطيشه راه واصله حتى ال 50 ريال المليحه باستثناء بطاطا والبصله اللي مديرين 8 دراهم 7. ف الصوره امامكم، الخيرات تبارك الله. 50 ريال بالجمله، احسن حاجه في السوق. ملي يجي بها الخضر بخمسه راه يبيعها ب 180، والمليح النقطه ما فيها هذيك كتمشي للتصدير حابسه، وكانت خارجه على برا والله لا شكل في الثمن. تلقاها ما كاينه عفران حتى 160، ما كتخرجش. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الصوره واضحه امامكم. ما بقى لي الا نودعكم بعد ما اعطيناكم، نعاود نعطيكم الاثمنه. الناس كيسولوا الاثمنه بسرعه. البسباس من 6 حتى 3، اللفت من 5 حتى 3، السلاوي من 6 حتى 3 دراهم، الشيفرون من 6 حتى 3 دراهم، خيزو من 5 دراهم حتى 3 دراهم، مطيشه من 4 حتى 50 ريال، والبصله ومطيشه اللي محط من رقم قياسي، البصله 8 دراهم، وبطاطا 140، بطاطا 140 ريال، والبصله 160. اذا الى هنا ينتهي هذا النقل المباشر مباشره من نواحي بن سليمان. اعطيناكم اثمنه خضر اليوم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء. امسيه سعيده مشاهدي قناه شوف تي في.